işin için. Kayandan sonra. O nereden çıktı bilmiyorum. Onunla ilgilenmiyorum. Ben de. أهلا بكم وفيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. بالطبع سينتهي المسلسل يوما ما. ده كان تعليق بطل مسلسل الطائرة رفراف دارين بولاند. بطل طائرة رفراف دارين بولاند التقى مع الصحفيين أمس. الصحفيين في البداية سألوه عن مسلسل طائرة رفراف وكيف يسير المسلسل. دارين قال المسلسل يسير بشكل جيد والتصوير متعب قليلا ولكن كل شيء على ما يرام. وقال نحن متحمسين أيضا. أخي شتن عاد للمسلسل مجددا، اشتقنا له ونحن سعداء بعودته كثيرا. وردا على سؤال من الصحفيين حول الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول انتهاء مسلسل طائرة رفراف في رأس السنة، دارين بولاند قال لست مهتما بذلك، بالطبع سينتهي المسلسل يوما ما لكن لا نعرف متى. حاليا نعمل، الموسم مستمر وسيستمر حتى ينتهي، لا أعرف من أين تأتي هذه الشائعات. Şimdi Çetin Bey'in geri dönüşüyle birlikte artık o dizi bitecek, final yapacak dedikoduyla durulur mu sizce? Yok, onunla ilgilenmiyorum. Ben dizi bir şey bitecek bir gün bitecek tabii ki ama ne zaman biteceğine dair. E tabii ki yani şu anda devam ediyoruz, sezonumuz devam ediyor. Sezon sonuna kadar tabii ki devam edeceğiz yani. Öyle bir sorun yok. Kayandan sonra. O nereden çıktı bilmiyorum.